بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الطلاب الأحرار في كلية الطب البشري في جامعة الثورة نعلن ما يلي: أولا، إننا كطلاب جامعة لن نكون منفصلين عن واقع وطننا المنكوب، ولن نتخلى عن أخوتنا في المدن المحاصرة. ثانيا، إننا في جامعة الثورة نستنكر الممارسات الوحشية والانتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان ضمن الحرم الجامعي التي تقوم بها القوى الأمنية. ثالثا، قدمت جامعتنا فداء للحرية شبابا من أمثال ماهر ديموك وأنا السمو ومحمد ضرار عطار وماجد عبد الهادي، وكلنا مثلهم مشروع شهيد. رابعا، نؤكد استعدادنا لساعة الصفر وندعو للزحف الجماعي في المدن السورية كافة لتوحيد جهودنا في زمن واحد لإسقاط هذا النظام المجرم. خامسا، لا تنسوا أن لا مكان للملل بيننا ولن يتسرب إلى هممنا ونفوسنا، وجامعة الثورة لن تركع، لن تركع، لن تركع. تكبير. الله أكبر.